الجمع بين العقيقة والأضحية. إذا كنت تقصد الجمع بين العقيقة والأضحية في بقرة فلا بأس بذلك، أما إذا كنت تقصد الجمع بين الأضحية والعقيقة في كبش أو كبشين فلا يجوز، لأن الشاة عن فتاة عن جارية في العقيقة والأضحية كبش، فلكن الولد كبشان عقيقة وكبش أضحية فلا يكفي كبشان. الشاهد أن الاشتراك في بقرة جائز.